صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي صاحيين بدري مخصوص يتفرجوا علينا على ناين لايف وشبكة ان تي ان. النهارده يوم 20 مايو، خلاص اسبوع بالظبط 7 ايام، واللي بالي بالك هيجي. صح كده يا اشرف؟ صباح الخير. صح كده، صباح اللي الخير بالي بالك. اللي بالي بالك. صباح الخير على كل السادة المشاهدين في كل مكان في الدنيا، كل سنة دايما وانتم طيبين. زي ما قالت ريم، خلاص 7 ايام ونستقبل الشهر الكريم والايام المفترجه. يا رب يدعي علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عايز اقول لكم، من ساعه ما جيت انا وريم واحنا بنتكلم في الاكل، اصل اليوم بتاع انا وريم ده يوم مميز، يعني لازم نبدا يومنا من صلاحيه ربنا واحنا عمالين نتكلم في الاكل. فبالكم هو دخلت رمضان، فجبنا كل الانواع اللي ممكن تتخيلها. ودايما تتهمني، ودايما تتهمني ان انا السبب وان انا اللي بجوعك. هي دي الحقيقه، في عزومه عليها. ما خلاص بقى رمضان قرب بقى، وليك عزومه عندي بقى. كل سنه وانت طيبه. طيب معانا النهارده فقرات متنوعه، هنبتديها بفقره الصحافه، ومعانا الكاتب الصحفي استاذ محمد الازاز، وهيكون في ضيافه اشرف. فقره جميله جدا هتكون مع ريم. الحقيقه لسه كنت بتكلم معاها قبل الهوا على الفقره دي ورياضه اليوجا، والاستاذه رانيا لينش متخصصه برياضه اليوجا والحاصله على بطوله اليوجا 2017 من المركز الثقافي الهندي بالقاهره. ولسه بنتكلم على اهميه رياضه اليوجا، ومن المفاجات ان انا اكتشفت ان ريم استاذه في اليوجا بقالها سنين. انا بقالي سنين بلعب في اليوجا، والناس كلها اللي فاكره ان اليوجا رياضه سهله، لا هي مش سهله خالص. انا كنت فاكر اليوجا. وجوزي برضو كان فاكرها رياضه سهله، هي مش سهله خالص. هي بتبان انها سهله من التمارين اللي بتتعمل، ومن التمارين برضو اللي هتوريها لنا رانيا، ولكن هي من الرياضات اللي بتحتاج تركيز عالي جدا. صح. جدا جدا. احنا بس عفوا عايزين نقول انها حاصلة على بطولة اليوجا في عام 2016 مش عام 2017. عندنا برضو من الاماكن السياحية الفريدة والغريبة يعني من نوعها في مصر، ومش موضوع على او يعني مش موجودة على الخريطة السياحية في مصر للأسف. في اماكن كتيره جدا الاجانب هم اللي عارفينها، وبيجوا مخصوص على الاماكن دي وبيسافروا، ما بيعدوش على القاهره، ما بيعدوش يشوفوا الاهرامات والمتاحف والحاجات دي. ويمكن في جيل طالع كبير جدا خلاص مش مهتمين بفكره الاثار، ولكن مهتمين بفكره ان انا عايز اسافر في حته مختلفه جديده ما حدش سافرها قبل كده. ده اللي هنعرفه من خلال استاذ سمير جابريال، والفقره دي هتبقى مع اشرف. هنعرف ايه الاماكن الغريبه عشان نبتدي احنا بقى نروحها، السياح بقى ما يروحوهاش. دكتور حسن عبد الرحمن هيكون ضيفنا النهارده، هو مدرس العلوم الطبيه بجامعه حلوان وعضو هيئه الرقابه الدوائيه على الغذاء. وخدوا بالكم على الغذاء، وهنتكلم النهارده بالتاكيد كتير، وبمناسبه رمضان كمان واهتمامنا بالاغذيه، ونعرف ازاي اذا كان الغذاء سليم فاسد طازج ولا لا. ومين بتقول ايه؟ تعالى لي بقى. قال لي ولا دي لسه بقى تاكل ايه وما تاكلش ايه. ده كان عرض سريع لكل فقراتنا النهارده، نتمنى ان الفقرات تعجبكم. هنطلع لفاصل ونرجع لكم بأولى فقرة.